ميري على تنفيذ ضربة الزاوية والعودة لمعظم لاعبي شباب الأردن. تنفذ بال 18 ارتقاء، تمضي هدف أول. الإمبراطورية تتكلم، الإمبراطورية تتقدم، الإمبراطورية تتحكم. يا زن العرب، يا زن العجب، يا زن الذهب. الأخضر، الأخضر يتقدم. ودقيقة من بذل الغالي والنفيس، عرضية ومن جاء من بعيد. يا زن العرب، يا زن العرب، هدف أول للوحدات لشيء لشباب الأردن. ننظر الآن للصورة التي سوف تختلف بكل تفاصيلها ما بين الوحدات وشباب الأردن. أسفرت وانورت بتلك الطلة، بتلك النظرة والارتقاء، والوحدات يتقدم على شباب الأردن. علي دميري تنفذ، ولكن سعيد هو الهدف الثاني. الأخطر يتم، أخطر يمضي بقوة، يسلب، يجذب، يضرب. الله أكبر، الأخضر يتمختر وأبو سمع بأي وصف. ما بين شباب الأردن والوحدات، والهدف بفكره بعقله. هنا ننظر للاعب الذي يمضي بعقله قبل جسده وقدمه ورأسه. إذن محمد الإدميري الرجل المقنع يظهر ويقنع ويمتع ويقدم كل شيء. هدفي للوحدات لا شيء لشباب الأردن. تزداد المتاعب، تزداد المصائب. إذا لم يبقى القليل القليل بعد هذه المحاولة هنا للوحدات. الهدف الثالث متابع انداي، انداي الحل الأمثل، الحل الأروع. الأميز تربع على القمة بكل معانيها، بكل صفاتها، عبد العزيز انداي. والهدف ظهر للوحدات، ولكن اليوم كمحترف انداي، انداي عبد العزيز انداي يظهر في الجو، يظهر في البر، يظهر في كل مكان. انه عبد العزيز انداي. صالح راتب، تسديده الجعيد بعاد، وانداي يقول المنقذ في كثير من المحطات. تلعب ال 18 راسيه وهدف اول شباب الاردن. ومن شوق القزعه، شوق القزعة، هدف أول هنا لشوتنا إلى نتيجة لقاء الذهاب. ومن يظهر اليوم من دون أي متابع في النهاية، تدخل من شلبايا، تصل بال 18 راسية والهدف الرابع. إذا أحمد سمير، أحمد سمير بالهدف الرابع يزيد على المتعب بكل تأكيد. ولربما أنجز المهم من شلبايا وأحمد سمير، وهنا الهدف الرابع. أربعة مقابل هدف، أربعة للوحدات، هدف لشباب الأردن. إذن صعب الموقف جدا على شباب الأردن، من الصعب العودة في ظل هذه النتيجة. أربعة للوحدات، هدف لشباب الأردن.